ايه وانا؟ عايز ايه؟ عايزك. يا سلام، عايزني؟ انت مش قلت اخر مره انك مش بتاع جواز والكلام اللي انت قلته ده؟ انسى اللي فات، انا كنت بعمل ايه لمصلحتي؟ احنا بعد الجواز هنسافر اي بلد، اسماعيليه، السويس، بورسعيد، وهفتح محل اجهزه كهربائيه، والعيش تعيش عايز. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي انني لما قلت لك ان انا مش بتاع جواز كنت بحبك، ولما بقول لك دلوقتي نتجوز برضه عشان بحبك. ايه ده بقى، ده خشبه حبشي؟ انت خشبه عمري. انا خشبه؟ بلاش، ما تزعليش، انت عصايا، انت زعزوعه عمري. انا زح. هو كده الحاجة يا شيخة، ملعون أبو الدنيا، لابو المغفلين، ولا أقول لك بلاش نشتم المغفلين، أحسن دول أصحاب فضل علينا. مين يا عايدة؟ ده حسنين يا بابا، اتفضل. حسنين؟ أنتوا مش كنتوا هنكتب الكتاب ونعمل الفرح إمتى يا عم؟ لا بقى، أنا مش فاهم حاجة، مش مهم تفهم، نعمل الفرح وبعدين أبقى أفهم، هنقصدكم دلوقتي على الشاطئ متعلقات وأجيلكم على طول. أنت مش هتاكل معانا؟ يلا هناكل، يلا هناكل يا عايدة. انا عايز فرح يا عمي عمر الحته دي ما شافته. وايه لازمتها بس المصاريف دي يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف دي؟ ليله واحده في العمر يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق، مش كده؟ دي ليله واحده في العمر. ليله واحده في العمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملهاش اي لزوم. يا بنتي يا بنتي، لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفك. ايوه يا ابني، فرح يليق بمركزك. حلوه مركزك دي. يا نهار ازرق، لو كانت عرفت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. مبروك يا جميل. الله يخليك يا خليل يا امير. اسكت، تقول لنا عشان نيجي نفرح معاك. تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخرس. لا لا، عيب عيب يا بيه، ما تقولش عليه حرامي مش كده؟ اه. ده راجل شحات محترم. بس يا خليل، بس يا اخويا. ليه يا الاموره ما تعرفش انك انت شحات؟ هي مهنه الشحاته وحشه ولا ايه؟ انت زي ما قلت لهاش انك انت متشوه. بس يا خليل، انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين ال 150 الف جنيه بالتمام والكمال. ده بقى غير حسابنا احنا. احنا طيب بكره نتفاهم. مفيش بكره، دلوقتي حالا. طب واذا ما جبتهمش؟ رقبتك حطير والفرح هيتهد. بتتفضلوا تستريحوا يا بهوات. لا لا معلش، احنا اصلنا صحاب قوي. الله الله، مش تعرفني باصحابك يا ابني. هتعرفهم بينا معنانا. دول اصحابي قوي، اصحابي قوي يا عمي، دول استيراد وتصدير معايا. تصدير. شحاته معلبه. نعم، شحاته معلبه. حوش اسال حوش يا عم، يا بندهولك هناك. اه طب بعد اذنكم. جاي جاي هو. اه قلت ايه، مش عايزين نضيع وقت. اشاره واحده وكله ينتهي. هقول لك الصباحيه. مين دول يا حسنين؟ الصباحيه حابب اقول لك. انا دكتور يا ولد، انا غلطان. على الدكتور يا ولد، انا عارف.
استنى هتعمل ايه؟ سيبوا ابراهيم دلوقتي. سيبوا ابراهيم دلوقتي. سيبوا ابراهيم. هو في ايه؟ مين دول يا حسنين؟ الصباحية هبقول لك. مش تفهمني بس انت بتتكلم. انا مش قايل تاني بقى. احسن. انا هفضل قاعد. الصباحية هبقول لك. ايه اللي في ايدك ده يا حبيب؟ مش عارف انا لقيتها في ايدي. وريني. اتفضل. ايه ده يا حسن ايه؟ الصباحية هبقول لك. صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي. هو في ايه؟ الصباحيه هبقى اقول. فين؟ الصباحيه. ماما يا موسى تعال تعال تعال. امسكوهم. انا ماليش دعوه. دول شحاتين مع بعض. وقعت يا صفايق. كل اللي انت عملته مع حسنين كان متراقب، واحنا سهلنا لك المأمورية وادينا لك الدوسيه اللي اقنعك انه ظابط. يعني حسنين مرشد؟ ابن الحكومه 150,000 جنيه يا غبي. ده انت اللي غبي. ده انا خدت 50,000 جنيه مكافاه من الحكومه. حلالي. تعالي يا حلالي. طب بس مين دول يا حسنين؟ بعد ما نخلف عيال هبقولك.